رسول الله أبو القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. أبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، إحدى أشرف سلالات العرب عزة وكرامة، والتي ينتهي نسبها إلى النبي إسماعيل عليه السلام. أمه آمنة بنة وهب بن عبد مناف. مكان ولادته مكة المكرمة. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في 17 من ربيع الأول عام الفيل يتيم الأب. فقام جده عبد المطلب وهو من سادات العرب آنذاك بكفالته ورعايته. بقي صلى الله عليه وآله وسلم تحت رعاية جده تقريبا 8 سنوات، لتنتقل كفالته بعد وفاة جده إلى عمه أبي طالب، والذي يعتبر أيضا من سادة القوم آنذاك. ترعرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بيت السؤدد والشرف، وخص بتربية متميزة ليشب على الأخلاق الفاضلة ويلزم نفسه القيم الإنسانية الراقية. وهكذا برزت معالم شخصيته وذاع صيته، واشتهر آنذاك بين قومه بكونه الصادق الأمين. فالله تبارك وتعالى كان في كل يوم يفيض عليه علما من علمه ولطفا من لطفه، حتى تأدب محمد الشاب بأدب الله تعالى لينطق كلمته المشهورة: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما إن بلغ النبي الأكرم 25 من عمره الشريف حتى تزوج من السيدة خديجة الكبرى، وهي أول امرأة آمنت بالرسالة الإسلامية. وبعد وفاتها تزوج بنساء أخريات، وكان له أولاد كثر، أعلاهم شأناً فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. عمل صلى الله عليه وآله وسلم في شبابه في التجارة، وشارك قومه يومياتهم بأخلاقه الفاضلة، ولكن كان بين الحين والحين يختلي عن الناس في غار في أعلى الجبل يقال له حراء. هناك يناجي الله تعالى ويرتفع بالروح إلى صفائها ومراتبها العالية. وفي يوم من أيام رجب، بينما كان صلى الله عليه وآله وسلم مختلياً يناجي ربه عز وجل، نزل جبرائيل عليه السلام وبلغه رسالة ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا بعث الله تعالى محمداً رسولاً إلى العالمين، حاملاً الرسالة الخاتمة الإسلام. وكان عمره الشريف آنذاك 40 عاماً. بداية لم يجاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة للإسلام، فبدأ عمله الرسالي بشكل شبه سري، وكان يدعو الأفراد التي تمتلك قابلية الإسلام لعبادة الله الواحد وترك الشرك الذي كان منتشراً في مكة المكرمة. وهكذا يوماً بعد يوم بدأ عدد المؤمنين يزداد، وفي المقابل ازدادت المضايقات من عتاة قريش، وبدأ الضغط على كفيله وعمه أبي طالب سيد بني هاشم ليرفع الغطاء عن محمد بن أخيه أو يجبره على التراجع عن دعوته. ولكن أبا طالب الذي لم يشهر إسلامه استطاع أن يدفع كيد المشركين عن ابن أخيه الرسول
قدر المستطاع. توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، وارتفعت وتيرة الاعتداءات على المسلمين، ولم تعد الأمور تحتمل. ولكي يحافظ الرسول على المسلمين أرشدهم للهجرة إلى أرض الحبشة، عندما لم تعد مكة البيئة الصالحة لانتشار الدعوة الإسلامية، هيأ صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة ثانية تحتضن الإسلام والمسلمين، فكانت المدينة المنورة. أول أعماله صلى الله عليه وآله وسلم كان بناء المسجد، ثم آخى بين المسلمين وعقد المواثيق مع سكان المدينة من يهود ومشركين، وبخطوات مسددة شيد صلى الله عليه وآله وسلم أركان دولة الإسلام. بقيت مكة وكعبتها الشريفة الهدف الأساس للنبي، فحاول صلى الله عليه وآله إضعاف قبيلة قريش بتهديد تجارتها، وكان يرسل السرايا لتعترض قوافلها. هكذا ارتفعت وتيرة الخلافات، ووقعت معارك عدة مع قبيلة قريش وغيرها من قبائل العرب، وكذلك مع يهود المدينة الذين خادعوا ونقضوا المواثيق والعهود المبرمة مع المسلمين. في النهاية تبقى كلمة الله هي العليا، ليدخل الرسول الأكرم مع جيش من المسلمين إلى مكة المكرمة ويحررها من الشرك والوثنية. وكان الشعار آنذاك: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. وبذلك بسط الإسلام نفوذه على شبه الجزيرة العربية، واعتنق العرب بغالبية قبائلهم دين الإسلام. توفي صلى الله عليه وآله وسلم في 28 من شهر صفر في 11 للهجرة، عن عمر يناهز 63 عاما، قضاها صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى رسالة المحبة والسلام إلى دين الإسلام.